حلوه قوي قوي قوي. والفينش بتاع زين الدين كاله رايق، حسام اتقلع قالوا حلو قوي، الراجل طلع وركب وحط هدف اول حلو قوي قوي قوي، وقدر الترجي ان هو يسجل هدف التعادل. بعد كده نزل ايمن بن محمد مكان بن حميده اللي ساهم في ضربه جزاء للترجي ولبس الترجي هدف، يعني كده بن حميده الله اكبر، لا ما فيش حد لا عندنا جمايل. وبعد كده طلع ينساس اللي كان سيء على فكره، ينساس وبلايلي ما كانوش افضل حاجه، وده عادي ده عادي، مش هتلاقيهم حاضرين في كل الماتشات. ينساس طلع ونزل مكانه مكوانا وانتهت المباراه. التغيير ده كان في الدقيقه 80 وانتهت المباراه 2-2. الترجي لم يستحق الخساره، والناحيه الثانيه الملعب التونسي لم يستحق الفوز. اعتقد ان هو تعادل عادل، كل واحد لعب شوط، واه الملعب التونسي قدر ان هو يلعب شوط اول كويس، قدر يستغل المساحات اللي كانت موجوده في ظهر اطراف الترجي، وقدر ان هو يستغل جبهه امين بن حميده اللي كانت سيئه دفاعيا، لان خلينا نكون صريح معاك بلالي مش هيرجع يدافع، خلينا نكون صريح معاك بلالي وينساس مش هيرجعوا يدافعوا. فانت كترجي مجبر ان انت طول ما انت عندك بلالي وينساس ان انت تلعب بشكل هجومي، لان الشكل الدفاعي مش هيبقى نوعا ما افضل حاجه بالنسبه للترجي، هتشيل نص الملعب مهمه ان هم يرجعوا يدافعوا على الطرف كمان، يعني هم هيدافعوا في العمق ويدافعوا على الطرف عشان انت عندك اتنين مش هيرجعوا يعملوا دور دفاعي، لان ما تقوليش بلالي هيرجع يعمل دور دفاعي، حتى لو قعدت تقولي كده للصبح بلالي مش هيرجع يعمل دور دفاعي. هو بلالي ما بيحبش فكره ان انا ارجع العب دور دفاعي. في كل حال من الأحوال كانت مباراة جيدة ومباراة محترمة، وكانت مباراة قمة بجد، وهارد لك للفريقين على خسارة النقاط، لكنها كانت تعادل عادل، لأن تاني وتالت ورابع الملعب التونسي لم يستحق الفوز، والترجي الشوط الأول خسروا كتير.